دلوقتي هناخد حضراتكم إلى محافظة بني سويف، هنزور مجمع الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية، هو مملوك لآل ياسين، يعني بزنس عائلي. هو مجمع عملاق بالفعل، بداخله وفي قلبه حوالي 9 مصانع، ده بخلاف إن آل ياسين شغالين في قطاع الإنتاج الداجني بمليون فرخة في الدورة، وأيضا في قطاع تسمين الماشية والقطاع السمكي. خليكم معنا. بسم الله ما شاء الله. اللي حضراتكم هتزوروه دلوقتي صرح عملاق للصناعات الغذائية في مدينة بياض العرب الصناعية في بني سويف، الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية. مجمع صناعي ضخم على مساحة 26,000 متر، وفيه 9 مصانع للمعجنات والدقيق والمكرونة والأعلاف الداجنة والحيوانية والسمكية، بخلاف سيلوهات ضخمة لتخزين الحبوب زي الذرة الصفراء وفول الصويا بطاقة 30,000 طن، كيان مهول فعلا، وبدأ تشغيله من حوالي 4 سنين بالكتير. الكيان الصناعي ده استثمار عائلي لآل ياسين، وهم من محافظة المنيا وتحديدا قرية عباد مركز مغاغة، وبيقوده المستثمر الشاب محمد ياسين، العضو المنتدب للشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية. وكل منتج بيصنعه 1700 عامل في الشركات، بيعتبر أحد مدخلات صناعة تانية في المجمع الصناعي. يعني الدقيق بيدخل في المكرونة والمعجنات، والردة بتدخل في العلف، والعلف بيروح لمزارع الدواجن اللي طاقتها مليون فرخة في الدورة، ولمزارع السمك ومزارع عجول التسمين، وكلها مملوكة لآل ياسين في المنيا وأسيوط. الله أكبر بجد. كمان عندهم خطة توسع كبرى في التصنيع وزيادة طاقة الإنتاج في المزارع الداجنة والإنتاج الحيواني والسمكي، بخلاف التوسع في الزراعة. أصلهم متواجدين بقوة في مشروع مستقبل مصر الزراعي على طريق الضبعة، وطبعاً سندهم بقوة البنك الأهلي المصري من خلال مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده حقهم. تعالوا في البداية نقابل محمد ياسين، العضو المنتدب للشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية. خليني أقولك بصراحة أن حضرتك مفاجأة كبيرة لينا النهاردة ببني سويف في منطقة بياض العرب، وأنا اللي أشكرك على الصناعة اللي أنت حضرتك بتعملها، أشكرك على توفير 1700 فرصة عمل، أشكرك على 9 مصانع في مجمع ضخم وعملاق، وصناعات تمتد لغاية المنيا ولغاية أسيوط. عندنا صناعة دواجن، عندنا ماشية، عندنا أسماك، أنت ما سبتش حاجة. الأول أنت عليك. شرفتنا، وأنت أيقونة بالنسبة لناس كتيرة شغالة معانا، أيقونة للنجاح، الناس كلها اللي في الشركة بتابع حضرتك. حضرتك لما بدأنا 98 وابتدينا نعمل انفستمنت في الكرو في الناس، ابتدينا نبص الرؤية المستقبلية ونتوسع، وجينا في 2013 ابتدينا نحط حجر الأساس للشركة المصرية الفرنسية. اتكلم عن المصرية الفرنسية دي عبارة حضرتك عن مجمع صوامة زي ما سيادتك شفت كده، في خطوط انتاج علف فراخ وعلف اسماك وعلف مواشي، ومجمع صوامع 30,000 طن بيخدم على العلف كدورة وكسويابينز والكلام ده كله، بيدي للمطحن 72، والمطحن بيدي للمكرونة صناعة المعجنات، المكرونة وخط المعجنات الباتيه والكروسون. المكرونة طاقتها قد ايه؟ 75 طن يوم. بنحاول نرفع القيمة الغذائية في المنتج بتاعنا، اللي هو حضرتك منتج يبقى آمن صحيا، حتى في الفراخ بالنسبة لعلف الفراخ بنحاول نوصل لجودة عالية جدا مطابقة للمواصفات المصرية. عندنا معمل على أعلى مستوى، سواء في الدقيق للمكرونة للعلف. المنتج من قبل ما بيخش الشركة بيتحلل، سواء قمح أو ذرة أو صويا، الشكارة بتطلع من هنا أو المنتج النهائي بيطلع من هنا، بيتراجع عليه من حوالي 3 إدارات: إدارة الجودة وإدارة المعامل وإدارة الإنتاج. بالمناسبة كل منتج بيصنعوه في مجمع الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية بيكون وراه دراسة كبرى للسوق ومدى احتياجه للمنتج، وخصوصاً أنهم متوجهين للسوق المحلي بنسبة 100%. حتى شكل التغليف والتسعير للمنتج كله قائم على دراسة لمنتجات الشركات المنافسة وتكلفة الإنتاج.
هل حضرتك استفدت من مبادره البنك المركزي لدعم مشروع السيارة المتوسطة؟ يا فندم استفدنا من المبادره. في ايه بقى؟ في خط من خطوط العلف. كان قيمه القرض قد ايه بقى؟ تقريبا 20 مليون. هل مخطط ان انت تنشئ او تستعين بالمبادره مره اخرى؟ ان شاء الله في البلان بتاعنا في مصنع من المصانع اللي هي تتعمل في 2023. ملاحظ ان انت اسمائك سهله. الطهره، صباحه. الاسماء دي بتختاروها ازاي؟ اسماء المنتجات؟ احنا حضرتك زي علامات تجاريه. بالظبط متسجله فين. احنا حضرتك قبل ما بنخش السوق احنا الاول بنحدد الكلاينت بتاعنا مين، الزبون بتاعنا مين، وايه الاسم اللي هيبقى سهل عليه وهيتقبله. استيراد الخامات اخباره ايه النهارده؟ احنا بالنسبه لنا حضرتك الاعتماد المستند بتاعنا كقمح وذره وصويا او ان البنك يغطي ده ما فيهوش اي مشكله، لان دي سلع استراتيجيه تعتبر امن قومي. مش اي مشكله. الخامات متوفره حضرتك؟ متوفره، بس هي المشكله في ايه؟ ان زي ما غلت بره بتغلى هنا. هل العميل بتاعك اللي بياخد منك منتجك او بياخد منك دقيق مثلا مستوعب ان انت في زيادات عليك، ولا يقول لك انا معايا عقد وخلاص العقد لازم انت ملزم بيه؟ انا هقول لسيادتك زي ما حضرتك كالحكومه كده ملتزمه بالشعب بتاعها، فحضرتك انا ملتزم بالعميل بتاعي. مش معنى ان الاسعار طلعت اروح اقول للعميل ما عنديش، اقول للعميل لا ده انا هزود عليك 3000 جنيه، مفيش الكلام ده. احنا بنجيب العميل، احنا السوق اديك شايف والدنيا مكشوفه حضرتك دلوقتي شفافيه ومصداقيه. فاحنا هندي لك بالسعر القديم كذا، هنطلع تدريجيا كذا، هنطلع تدريجيا كذا، والعميل بتاعنا بيعمل نفس القصه مع العملاء بتاعهم، هي دايره واحده. صحيح. انما حضرتك احنا لحد النهارده بنسلم المكرونه ب 8 جنيه، مفيش اي مشكله. كان معانا في الزياره السيد اشرف حافظ مدير عام المنطقه الفرعيه لشمال الصعيد في البنك الاهلي المصري، يعني بني سويف والمنيا، وهيشرح ازاي البنك متوجه لدعم القطاع الصناعي في المناطق الصناعيه في الصعيد. اكيد كبنك اهلي مصري لينا دور كبير جدا في دعم المناطق الصناعيه في الصعيد. النهارده لينا دور عظيم جدا عشان ندعم هذه الكيانات اللي هدفها دعم الاقتصاد الوطني. هنتحرك ازاي؟ احنا توجهنا في البنك الاهلي لتمويل المشروعات الصغيره ما هو الا تبني لسياسات الدوله في تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي هي عصب الاقتصاد كله، سواء في تمويل التكاليف الاستثماريه المطلوبه من انشاءات او الات ومعدات او الدخول في دورات نشاط الايه المصانع ديت وازاي بتشتغل. احنا دائما متواجدين مع اي مصنع عنده متطلبات ماليه. لو جينا مثلا لفتره زي الفترات السابقه في زياده الاسعار نتيجه ارتفاع سعر الدولار، فده بينتج عنه ايه على طول؟ ترجمه ده ايه في الانشطه الاقتصاديه اللي موجوده عندنا؟ متطلبات ماليه زياده لمجابهه زياده الاسعار. دي احنا دايما بنبقى متواجدين مع عملائنا في المناطق الصناعيه، ازاي نقدر نمولهم وازاي ناخد الاحتياجات التمويليه بتاعتهم دي ونترجمها في صوره تسهيلات ائتمانيه ممكن يشتغلوا بيها ويجابهوا بيها زياده الاسعار او اي صعوبات بتواجههم من نواحي التمويليه. مجمع صناعي زي اللي احنا فيه النهارده الشركه المصريه الفرنسيه للصناعات الغذائيه، ازاي نقدر نتوسع في مساندته لزياده طاقته، لزياده خطوط الانتاج، لزياده العماله، هنعمل ايه؟ الاول انا بحيي محمد بياسين ومجموعه العمل اللي موجوده في الشركه الفرنسيه، واحنا موجودين مع المجموعه الفرنسيه وفقا لمتطلباتهم التمويليه، سواء كان الات ومعدات ودي بيبقى ليها طريقه تمويل معينه، او لتمويل النشاط الجاري اللي هو بيحتاجه دوره النشاط بتاع العميل اللي يقدر يشتغل عليها. احنا اشتغلنا مع المجموعه الفرنسيه في الاعلاف، لان هم كانوا معتمدين على نفسهم اعتماد كبير جدا في تمويل الانشطه دي كلها، التمويل الذاتي، كان هم يعني واخدين الفكره دي على عاتقهم ان احنا قادرين ان احنا ننشئ هذا المشروع، بس احنا قدرنا نقنعهم في ان احنا نكون متواجدين معاهم وان احنا بنساندهم وان احنا بنسرع خطوات الاستثمار بتاعتهم. في الصعيد كم مليار اتصرفت على دعم المشروعات في بني سويف والفيوم تحديدا؟ تقريبا نصل حجم التمويل في المنطقه الصناعيه يصل لمليار جنيه. انا عايز كمصنع اروح البنك الاهلي اداره الائتمان وانا فاهم ازاي اخده، فانا عايز افهم عشان اقدر وانا رايح له اخد التمويل اللي انا محتاجه عشان اتوسع في الصناعه بتاعتي. اكيد حضرتك لما هتيجي تنشئ مصنع هيبقى عندك الفكر الاستثماري للمصنع اللي موجود، بمعنى انا ايه المساحات اللي انا عايزها، ايه المباني اللي انا عايزها، ايه الالات والمعدات اللي انا بشتغلها، انا هشتغل مواد خام ايه، هصنع ازاي، هبيع ازاي. صحيح. لو الفكره دي موجوده عند حضرتك انا جاهز امول حضرتك على طول. توجهاتنا النهارده دعم انهي قطاعات في كل الصناعه؟ القطاعات. جميع القطاعات. جميع القطاعات البنك الاهلي بيشتغل عليها، وبنشتغل حتى على الفئات اللي موجوده، يعني مثلا البنك خلال الفتره اللي فاتت دي نزل منتج الشمول المالي البيزنس بانكينج الموجود، بدا يتوجه بيه باجراءات سريعه وسهله لامكان ضخ اموال لتمويل هذه الانشطه بالسرعه الواجبه. لما احنا نبص نلاقي القرض بتاع الشمول المالي ممكن يمنح في خلال 7 ايام عمل،
ده يبقى شيء طبعا مميز، لان هي دي حته السرعه في الايه في التمويل. الاوراق اللي مطلوبه منه اوراق بسيطه جدا وبتعتمد على النشاط نفسه ذاته. شيلنا بقى حته الضمانات، انت تجيب عربيه، ان انت تجيب مرتب، الكلام ده كله، كل الكلام ده مش موجود. اهم حاجه النشاط نفسه وايجابيته وانك انت بتديره، واحنا تحت امر حضرتك في التمويل اللي انت عايزه. دلوقتي تعالوا نقابل محمد حسن، عضو مجلس اداره الشركه المصريه الفرنسيه للصناعات الغذائيه، واللي هيكلمنا عن اسس اداره مجمع صناعي ضخم ومتخصص في الصناعات الغذائيه. حسب المعلومات اللي قدامي، حضرتك مسؤول عن قطاع الكهرباء والميكانيكا والمعدات ومتابعه الحاله الفنيه ومتابعه قرارات مجلس اداره وتنفيذها. الله يكون في عونك. ربنا يخليك. المفروض ان احنا بيبقى عندنا رؤيه وعندنا خطة كاملة. رقم واحد إن إحنا بيبقى فيه تقارير مبدئية وأولية بالصناعة وبالعمل اللي هيتم، إزاي هنبدأ إن إحنا نسيطر على كل الأماكن ويبقى فيها كوادر وتبقى شغالة. ودي طبعا الحمد لله رب العالمين حاجة بتمتاز بيها المجموعة هنا، إن إحنا بنقدر إن إحنا نستقطب الطلبة أو الخريجين الجدد، إن إحنا بنقدر ناخدهم ويبدأوا يشتغلوا معانا ونبدأ نعلمهم ونديهم يعني التعليم الفني، وبنفرغ كوادر للمكان عندنا، في اللي بيكمل معانا وفي اللي بيروح يشتغل مكان تاني. طبعا عندنا اهم نقطه بنبدا نشتغل عليها، اللي هو نقدر نحط المسؤوليه على قد السلطه اللي موجوده معاها، عشان نقدر ان احنا ناخد اقصى عمل واقصى توصيف لكل مهنه. طبعا. خطتنا ايه في التوسع؟ عينينا على انهي صناعه ندخلها؟ ان شاء الله يبقى في مصنع للنشا والجلوكوز. الصناعه ده ممتازه. ان شاء الله. وهنحاول نكمل تكمله الصناعه للدواجن بان احنا يبقى عندنا مزارع للامهات وتندك الامهات بحيث تتحول بعد كده للتسميد. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس احمد عبد الوهاب، عضو مجلس الاداره في الشركه المصريه الفرنسيه للصناعات الغذائيه، والمسؤول الاول عن مزارع الدواجن ومصانع الاعلاف. وبالمناسبه خطته الوصول بطاقه الانتاج في المزارع ل 3 مليون فرخه بحلول عام 2024. احكي لي كده، كيف تم تأسيس هذا الكيان؟ أنماط العمل، آليات العمل، إزاي بنحافظ على الأمان الحيوي؟ إحنا ابتدينا قطاع التسمين على أساس إن إحنا نكمل المنظومة أو بنساعد في المنظومة بتاع الاكتفاء الذاتي للدواجن، برضو على أساس إن إحنا عندنا المجموعة الصناعية أحد نشاطاتها مجال صناعة الأعلاف، فدايما بنحب نشتغل على إن إحنا نكمل الدائرة بتاعتنا. زي ما بنعمل عملنا مصنع أعلاف عشان نكمل الدائرة والسلسلة بتاعتنا، عملنا مزارع داجنة عملناها بأعلى مستوى. يعني إحنا عملناها بشغل العنابر المغلقة، التحكم الآلي الكامل، طاقة العنبر، يعني 50,000 طائر بنظام الكيجز أو البطاريات. طبعا في خطة محطوطة في خلال السنتين الجايين للتنفيذ مضاعفة القدرة الإنتاجية للتسمين، بحيث أن احنا نوصل على 2024 ما يقارب 3 مليون طائر تسمين بالدورة. هل ده هيواجبه توسعات أخرى في صناعة الدواجن، يعني إنشاء مجزر؟ دي من الفكرة أو من الخطة المحطوطة للتنفيذ مع التطوير في قطاع التسمين، أن دايما عايزين نوصل أن احنا عندنا الكتكوت بتاع الشركة، يعني هنوصل لقطاع الأمهات بحيث إن إحنا نقدر نطلع كتكوت تحقق أفضل جودة، بالتالي الكتكوت يكون كويس ويحقق المعادلة المفروضة. يعني تدريجياً رايحين لإغلاق دائرة صناعة الدواجن. وطبيعي برضو فكرة المجزر الآلي، يعني ودي فكرة مش بعيدة وقيد التنفيذ الفترة دي، فخطوة لابد منها إن جميع الشركات المنتجة للنشاط الداجني هتشتغل فيها إن شاء الله. وصلت لكام تكلفة الكيلو في الدواجن؟ يعني تكلفة الكيلو ممكن تبقى في حدود حاجة 20 جنيه مثلا، 27 جنيه 26 جنيه. وطبعا برضو الأمر مش رقم ثابت، يعني صناعة الدواجن مدخلاتها كتير، فكل مدخلاتها بتخضع للتسعير في وقته، فالموضوع مش رقم ثابت دايما تقدر تقف عليه. يعني عملنا جولة في المصنع وزرنا مصنع صباحه للمعجنات، وهو بينتج باتيه بالشوكولاتة والجبنة والفراولة والجبنة الرومي والشيدر والفلفل، يعني مفيش أروع من كده. وفيه فرن ضخم بيخرج كميات مهولة من لقم العيش، واللي بتدخل تتحقن في خطوط إنتاج الباتيه. تعالوا نقابل المحاسب محمد مسلم، رئيس القطاع المالي في الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية، عشان نفهم آليات تسعير منتجاتهم. حضرتك من مسؤولياتك تسعير المنتجات. تمام. بتسعر منتجك إزاي للمواطن في الصعيد؟ احنا مسؤولية مجتمعية بالنسبة لنا بتحتم علينا ان احنا يكون عندنا تكلفة قليلة جدا، عندنا سعر مستهلك قليل جدا، بحيث ان انا مش هدفي الاساسي ربحية، انا هدفي ان انا اكون عندي منتج موجود بتاعي في السوق والناس كلها بتحباه وهو مطلوب وبالفعل هو ليه مكانه وبتكلفة قليلة. يعني هنا مثلا انت اللقمة او الباتيه اللي انت عامله
بتغليفه بالحشو بتاعه شوكولاته او مربى او جبنه تمام. انت بتنزله ب 2 جنيه ونص. نزل ب 2 جنيه ونص. وصلت للرقم ده ازاي 2 جنيه ونص؟ ما وصلت الرقم ده حضرتك ان انا فكره ان انا عندي مطحن وبالتالي تكلفه الدي بالنسبه لي انا وفرت فيها، وبالتالي مفيش ربحيه متراكمه على ربحيه، لا انا بحط ربحيه في الاخر في عمليه البيتيه نفسها بس. يعني الدي بتاعك الفرن الدي بتاعك الفرن بتاعي طبعا الحشوات كلها شغالين مع ناس معتمده وناس اسعارهم كويسه جدا، بحيث ان انا اوصل لتكلفه قليله جدا وبالتالي انزل السوق المصري حاجه مناسبه جدا للمستهلك. يعني هامش الربح بتاعك في البيتيه ده قد ايه؟ مثلا 20 قرش. فعلا 20 قرش ده بالكتير قوي. من اهم الكوادر الشابه في الشركه المصريه الفرنسيه للصناعات الغذائيه المهندس محمود الشيخ مدير المصانع، كادر هايل ومتميز ومدرب في الصين وتركيا وامريكا وفاهم يعني ايه صناعات غذائيه. حضرتك مش مدير لاي مصنع، لا انت مدير لتسع مصانع. تمام يا فندم. تمام. فيهم 1000 عامل، وكمان مسؤوليه حضرتك بتمتد للجوده والاداره. تمام يا فندم. فهمني كده بالراحه كده ايه مسؤولياتك عامله ازاي بالنسبه للخطوط المطحن مثلا. بتبدا المسؤوليه مثلا من استلام القمح نفسه. الرساله بتدخل عندنا بيبقى في شروط استلام بالنسبه للقمح بتتم من خلال المعامل عندنا، وفي شروط ظاهريه بالنسبه للقمح برضو. بيبدا دورنا احنا من ابتداء من المعمل ما بياخد عينه قمح من على العربيات اللي جايبه البضائع نفسها. بعد كده بخش عمليه الانتاج، برضو اجهزه مراقبه بالنسبه للانتاج وبالنسبة للجودة، لحد القمح ما يتحول لدقيق بيدخل بعد كده بيتفرع منه جزء للمكرونة وجزء للمعجنات. عملية يعني تكاد تكون سهلة، يعني مش صعبة. ده بسبب ان احنا شفنا الكلام ده في روسيا، شفنا الكلام ده في تركيا، شفنا الكلام ده في أمريكا. الشركة كانت مطلعنا ان انا استفيد من الخبرات اللي بره بحيث ان احنا نيجي نطبقها هنا على أرض الواقع في بني سويف. انت راجل ابن بني سويف. تمام يا فندم. وبتدير مجموعه كبيره جدا من مصانع الصناعات الغذائيه. احنا هنا ولا سايلو اللي في السادات. تمام. اللي عملتها الدوله. هم يفرقوا عننا بس في خطوط البسكوت، احنا عندنا خطوط اعلاف مثلا. ده الفرق بين سايلو. انا سعيد والله من الروح دي اللي عندكم، ان انتم مقاتلين وان احنا بنعمل حاجه زي الدوله ما بتعمل. احنا لازم نساعد الدوله. بنحاول يا فندم قدر الامكان بنعمل الكلام ده. محتاجين 1000 مشروع غذائي زي المجمع الصناعي التابع للشركه المصريه الفرنسيه للصناعات الغذائيه. افكاره مختلفه وغير تقليديه ومحترفين في صيانه خطوط الانتاج وتركيب المعدات الجديده. برافو بجد.